فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكي عن مقابلة على مقابلات الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة للبلاي أوف في البطولة التونسية. اليوم تعرفنا رسميا على بطل تونس اللي كان نجم الرياضي الساحلي نعاود نباركولو من جديد كل أحباء النجم الساحلي باللقب رقم 11 في تاريخ الفريق. معنا باش نحكيو أكثر على ماتشات اليوم المحلل الفني المنجي إبراهيم. سي المنجي أهلا بيك. مرحبا بيك خويا سلام ومرحبا بمستمعين إكسبريس اف ام ونتمنى لهم عيد مبروك وعلى الأمة الإسلامية زاد. إن شاء الله كل عام وتوانسة الكل حيين بخير دونك أيضا العيد عيدين في سوسة. اليوم بيان سور واليوم اون بليس باش تشوفوا أشياء خيالية اللي باش تصير ضد الأولمبي البيجي بالحال. علاش؟ لأن النجم الرياضي الساحلي اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي عندهم الوقت معناها حتى الجامعة التونسية لكرة القدم زاد باش تحضر معناها البطولة باش تبدا حاضرة ماهيش باش تحضرها وديرني مومون. وفي نفس الوقت جماهير النجم الرياضي الساحلي اليوم والمحبين والكل معناها باش يكونوا باش يحضروا أشياء وعندهم الوقت الكافي معناها باش يحضروا دخلة اكسبسيونيل اللي تليق بفريق جوهرة الساحل اسمه النجم الرياضي الساحلي اسم ميريتي. خويا اسلام نقول لك حاجه راهي الكره راهي سي با معناها انتيري بيرسونيل راهو هذه الكره كي تشوف تحط الشخص المناسب في المكان المناسب زيد بنزرتي ومن بعد يجي سي عثمان جنيح يحط زياد الجزيري وتشوف لونتوراج دي كلوب مالغري لي ديفيكولتي كبار برشا راهو تعداو على النجم الساحلي فاز وكانت فوز مستحق. ممتاز جدا. اليوم ظهر لي من عش شنو تبعت الماتش سي المنشي؟ والله نقول لك تبعت الترجي النادي الافريقي طبعا وفي نفس الوقت كل مره نزابي خاطر نحب نتفرج في مباريات الزوز لكن نتفرجش الترجي والنادي الافريقي. علاش؟ لان نجم الساحلي كان ماشي في طريق باش يعمل تعادل اليوم ولا يفوز ضد بنجردان لان شفنا فريق يعرف كيفاش يسافر ويعرف كيفاش يتعامل مع المباريات. هذاك علاش شفت بلوس لونجو اكثر في مباراه النادي الافريقي والترجي. باهي خلينا ناخذ من عندك تعليق على النتيجه الساعه في سوسه ما غير ندخل في تفاصيل فنيه وبعد نسمع اكثر ونتعمق في مقابله الدربي بين الكلوب والاسبيرونس. النتيجه ظهر لي اللي مشى عليه اللي توارى وحبيه نقطه اخف الاضرار خلينا نقول زاد سنه المهمه حتى بطاقه حمراء اخذها اتحاد بنجردين في الشوط الاول. اي طبعا هو النجم الرياضي الساحلي نقطه في زوز مباريات ومن احسن حل هو ياخذ النقطه هذه في بنجردان ونعرفوا فريق بنجردان يقلق كل الفرق وشفنا اللي لعب الكره للكره باش يحاول يفوز على النجم الرياضي الساحلي لكن نعرفوا اللي النجم الرياضي الساحلي معناها شفنا الجماهير اللي كانت موجوده محبين النجم الرياضي الساحلي في بنجردان في كلك شوز ديكسترورديناير انا في لامبرسيون اللي معناها عارفين اللي او موا باش يروحوا بالنقطه اللي باش تخليهم النجم الرياضي الساحلي يكون معناها متوج بالبطوله. النجم كان كويس ناسي المنجي والا استغل ضعف البقيه. كلامك صحيح مالغري لي بروبليم اللي صاروا للنجم الساحلي الى اوسي بروفيتي بالضعف نتاع وهذا الشيء هذا قلناه مع بعضنا خويا اسلام. قلت لك انا تو مثلا تو نرجع على الترجي التونسي ونعرف الظروف تاع النادي الافريقي ممنوع من الانتدابات وانا في نفس الوقت فرحان النادي الافريقي ما عملتش انتدابات لان الانتدابات الشتويه ماهيش انتدابات باش تجيب لهم حاجه اكسبسيونيل لكن شفنا النجم الساحلي يعرف كيفاش يسافر في الظروف الصعبه يلقى سير بالاريتي باش يسجل. في نفس الوقت معناها اون با فيو الى اخر جوله باش نشوفوا اللي شكون اللي باش يتوج النجم الساحلي اولاما وكان ما حطوش الشخص المناسب في المكان المناسب اللي هو سي عثمان جنيح نحييه. لكن الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي تعدى بظروف صعبه وصعبه جدا ماهوش من السهل راهو. ممتاز. باهي خلينا نحكيو عن مقابله ديربي العاصمه اليوم شدت الانظار ايضا اللي كنت تحدثت عليها بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي وبالمناسبه نستغل الفرصه باش نبارك صديقنا وليد الصدقاوي وكيل اعمال اللاعبين وبنته رنيم الصدقاوي نجاحها في البكالوريا ولو انه متاخره شويه التحيه وصلت. دونك سي المنجي نحكيو على مقابله النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي كيفاش شفت الماتش؟ اليوم انا في لامبرسيون وراو الكره ديما ثم برشا ناس اللي يبداو راو يحكيو في البلاي اوف بلوس
باش يفرحوا بتاتر ولا باش يقربوا اكثر للهيئه نتاع الترجي التونسي ولا جماهير الترجي التونسي. وانا وحكينا في السوجي هذا اللي يلزم الترجي التونسي تصبر على الفريق نتاعها، لان السيزون باش تتعدى صعبه وصعبه، ومعين قدوم معين سي دوماج سي ان بو تار شويه، مي ما عنده حتى معناها حاجه اللي تنجم واحد يلوم عليه، يلزم يحضر السيزون الجايه. وقلناها اللي ثم اكثر من 90% من لاعبين الترجي اللي يلعبوا اليوم حقهم هما يعطيوا فلوس باش يلبسوا مريول الترجي التونسي، لان اليوم نقطه استفهام انا في لامبرسيون اليوم اللي الكلوب افريكا هي اللي تلعب امام الجماهير نتاعها. اذا كان اليوم عندك جوارات تلعب في الترجي التونسي وماهيش موتيفي وتلقى جوارات من النادي الافريقي، برافو برافو للنادي الافريقي، لان اليوم تبدا البلاي اوف بنقطه بركه وتوصل انت. سي دوماج لا جيستيون تاع مباراه تطاوين خليت هذاك، علاش قلت انا مره قلت ان شاء الله النادي الافريقي ما يندمش على زوز نقاط تاع تطاوين، لان شفنا في المباراه هذيك برشا ملاعبيه قبل المباراه تفاهموا باش ياخذوا الكارت الاخر باش يبداوا سسبوندو ضد تطاوين، لان ربحوا المباراه قبل ما يربحوها. لكن اليوم كي تشوف معناها النادي الافريقي اليوم عملت نفس الطريقه كما لعبت ضد النجم الرياضي الساحلي، وشفنا لولا الهدف سير بالاريتي نتاع اسامه عبيد سير بينالتي وبعد الهافوه نتاع معز حسن، لا النادي الافريقي كان ينجم يروح بنتيجه ايجابيه. اليوم الطريقه اللي لعب بها زاد نجحت له، بلوك ديفونسيف سكر الاجناب. الحاجه بركه اللي شفتها في الترجي التونسي اليوم اللي استغربت انا قبل المباراه، قلت الكلام هذايا في راديو ماد مع اخونا صاحبي، قلت اللي نستغرب انا اذا كان حمدي الهوني يلعب على الجهه اليمنى، اذا كان يلعب على الجهه اليمنى حمدي الهوني ما ينجمش يكون ان جوار كي بو ابورتي بوكو، لان يلزمو يلعب اون ديو مع محمد امين بن حميده في الزون بارتي غوش، لان هو غوشي نجم في اللين دو ولا في راب دو بال. وشفنا من الدقيقه 40 لعب في الجهه اليسرى، وشفنا لابور نتاع حمدي الهوني كان احسن. لكن اليوم اذا كان عندك لابور من جهه بركه لخاطر بريمه تخلى مخر، راهو محمد علي بن حموده ونقول راهو راس حربه ممتاز وممتاز جدا. بار كونتر التصرف نتاعو كي يسجل هدف ولا ما يقبلش للجماهير تزفر عليه وقت اللي يعمل حاجه، راهي اكبر غلطه كي تجاوب الجماهير. انا نقول له تو سامبلومون كونسونتر توا، انت عندك الامكانيه باش الجماهير هذيك تولي تحبك تسجل هدف ولا تعطي تسجيل هدف. انا نقول اللي اليوم النادي الافريقي كان ينجم يروح بنتيجه ايجابيه، وفي نفس الوقت زوج فرق اليوم كسوا الترجي ولا النادي الافريقي اليوم كانت عندهم بريسيون كبيره برشا بارابور على المباراه اللي صارت الفوز بتاع الاتحاد المنستيري. وبيان سور الاتحاد المنستيري من حقه يحب المباراه هذه توفى بالتعادل، وهذا اللي خلى اللي لادير جورني المباراه الاخيره باش تكون فريمون حاسمه حاسمه برشا. شكون حسيته اليوم كان اقرب للفوز؟ النادي الافريقي اليوم فوترونات، هو جماهير الترجي الرياضي التونسي يعرفوا شيء هذا اليوم، راه ناس تفهم كوره، ناس تحللك في المباراه خير من احنا المحللين، وندعيو برواحنا بعد ساعات محللين، لكن راهو من السهل باش تحكي بعد المباراه، من الصعب تحكي قبل المباراه شنو اللي نجم يصير. اليوم نقولوها جماهير الترجي الرياضي التونسي تعبت مرضت، لان نشوف الديريكسيون معناها شنو الفلوس وشنو الامكانيات اللي حتى سي حمدي المدب ورياض بن نور وكيفاش لاهين بالجمعيه وكل شيء، وتلقى روحك انت تجيب معناها يجيو ملاعبيه اللي ما عندهمش مكانتهم في الترجي التونسي. اليوم محمد علي بن رمضان ما عداش مباراه كبيره، لان ما تحب ولا تكره محمد علي بن رمضان، اون لامبرسيون هو ما حبش يغادر الترجي التونسي اللي باش يمشي للمجر، دونك خلات اللي نبا كونسونتري كيما قبل. وانه ما ننساوش اللي تكتيكمون النادي الافريقي اليوم نجحت معاه العمليه، ما قبلش هدف وكان ينجم يسجل، وكان بوكو او نيفو دو معناها دو بلوك ديفونسيف كان احسن. الترجي الرياضي التونسي ما تقلقش بالمهاجمين نتاع النادي الافريقي، لان بعد خساره الكره جو بونس تكتيكمون سعيد السايبي يطلب باش الجوارات الكل ترجع للسونتر وحاول تلعب الكونتر، شويه نجحت العمليه
لولا معناها الحارس المرمى نميش فريمون ان غارديان اكستراوردينير محلاه الوليد هذاك. وبرافو لمعز بن شريفيه لان المشجع الاول هو معز بن شريفيه، وشفنا اللقطه في الاخر اللي معز بن شريفيه مشى يحيي في المسؤوليه. ممتاز. ظهر لي قعد السباق على المرتبه الثانيه الثالثه الكورس الافريقيه، كيفاش هي قراءتك الجوله الاخيره؟ هو الجولة الأخيرة أنا نقول للنادي الإفريقي راهو باش تجي اسك النادي الإفريقي اي كابابل باش إذا كان تترشح للشامبيونز ليج باش تلقى الإمكانيات باش تمشي للشامبيونز ليج، لأن راهي مسألة إمكانيات من بعد ديبلاسمون وكل شيء. لكن اليوم الجولة الأخيرة راهو رد بالك النادي الإفريقي نجم يكمل في المرتبة الثانية. الترجي الرياضي التونسي لا ميم شوز، لأن الاتحاد المنستيري باش يلعب ضد النادي الساقسي ويلزمو يفوز، والترجي الرياضي التونسي باش تلعب شكرا ضد التطاوين في تونس. دونك هذا اللي باش يخلي اللي معناها جوسكو ديرني مومون المباراه هذيا باش تكون شكون معناها الكل والسويفي الناس الكل باش تتبع اترافير معناها لي ريزولتا، وهذا اللي نجم يبرتيرب راهو ايتا ديسبري نتاع جوارات. اليوم مباراه صعبه للاتحاد المنستيري ضد النادي الساقسي، لكن اليوم راهو المباراه الاخيره باش نشوفوا ان شاء الله اشياء باهيه باش تخلي اللي عنده الامل باش يترشح يترشح. ممتاز. دونك توقعاتك للمرتبه المستيره ايضا الموسم هذا قدمت سيزون كبيره برشا، عم ناول في تشامبيونز ليج السنه الفريق يكمل بنفس الروح ونفس النتائج، ظهر لي موسم كبير في مونشي. احسن فرق مستير والاولمبي الباجي بور موا، وكان يلعب يمكن في دوري اخر هما واحده الاولى واحده الثانيه، لان شفنا المستوى فكرني معناها في السنه اللي كانت فيها وقت هلال الشابه ومع مستقبل سليمان، شفنا زوز مباريات على روتور جو لي دو ماتش وفيه 4 سنين، معناها يوريك راهو اليوم عندنا. اما الحاجه اللي نجم معناها باش تقلق الاتحاد المنستيري للسيزون الجايه اللي ما خدموش السيزون الجايه من توا، لان فما برشا ملاعبيه اللي يخرجوا اليوم معناها ليبر دو توت انجاجمون ابار على الاتحاد المنستيري، والاتحاد المنستيري حطهم في فيترينا وما استفادش من الملاعبيه هذه اومارو انتروتر ومارو. دونك اليوم الاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي ما شاء الله عداو. شفت اللي يحسي في ظله خويا اسلام، كانت تفكر في الفتره الشتويه ثم 8 ملاعبيه غادروا الاولمبي الباجي منهم المدرب. والاولمبي الباجي عدي سيزون اكسبسيونيل بالجوارات اللي جاو، وفي نفس الوقت يفوز بكاس تونس. دونك الناس الجوارات هذوما اللي غادروا الاولمبي الباجي في الظروف الصعبه هذه راهو ندموا، راهو ندمين الكلهم، لان الظروف اللي تعدى بها الاولمبي الباجي السنه والاتحاد المنستيري فريمون هذا ينور الكره التونسيه. يعطيك الصحه، شكرا لك في المنجع على تدخلك معنا وعلى كل هذه الاضافات الفنيه كالعاده. مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك، وعيدكم مبروك. سنين دائما ان شاء الله لكل التوانسه الكل. مازلنا مواصلين في البلاي، بعد شويه الموسيقى الاخبار وبعد راجعين.